ده سؤال عن أفضل الدواء المفضل لمرض الفصام، وهل يوجد سبب عضوي غير السبب الوراثي لهذا المرض؟ طبعا العلاجات اللي نستخدمها هي علاجات الأدوية بالخط الأول، طبعا اعتمادا على شدة هذه الحالة، لكن عادة نستخدم الأدوية اللي هي المضادة للذهان، وهناك أنواع عديدة منها. هناك أنواع يسموها الفيرست جينيريشن، الجيل الأول، اللي هي ظهرت بالخمسينات من القرن الماضي إلى الثمانينات تقريبا من القرن الماضي، وهذه الأدوية مصاحبة لها أعراض جانبية كثير. يعني هي أدوية فعالة جدا، لكن في نفس الوقت لها أعراض جانبية كثيرة، وخاصة على الحركة. يعني هاي الأدوية من الجيل الأول من أدوية المضادة للذهان تسبب ضعف وبطء في الحركة، ويعني نعاس شديد، ويعني على المدى البعيد تسبب فتح حركات لا إرادية في العضلات، وخاصة في عضلات الوجه اللي هي يسموها الدستونياز. الأدوية المضادة للذهان اللي تستخدم في مرض الفصام، اللي هي ظهرت بعد ذلك، اللي يسموها الجيل الثاني أو السكند جينيريشن أنتي سايكوتكس، هذه ما زالت هي فعالة، لكن يعني الأعراض الجانبية مالتها أقل، لكن مع ذلك لها أعراضها الجانبية اللي هي مثلا تختلف من دواء لآخر، لكن أهمها هو مثلا زيادة الوزن، زيادة الشهية للطعام، النعاس الكثير، بعضها يرفع هرمون إفراز الحليب اللي هو البرولاكتين إلى كميات كبيرة، فيسبب اضطرابات في العادة الشهرية عند النساء واضطرابات الخصوبة عند الرجال. فيعني إجابة على سؤالك أخي كرار، يعني لا يوجد علاج يعني بيرفكت، لا يوجد علاج يعني 100% خالي من الأعراض الجانبية. المريض يجب أن يتفق مع الدكتور حول العلاج، ويجرب يمكن أكثر من دواء إلى أن يستقر على الدواء اللي بيه أقل أعراض جانبية لهذا الشخص. فهاي هي نصيحتي لك. هل يوجد سبب عضوي ثاني غير السبب الوراثي لمرض الفصام؟ حقيقة أنه هذا الشيء إحنا ما زلنا ندرسه الآن، يعني ما هو السبب لمرض الفصام، وهناك نظريات كثيرة عن هذا الشيء. اللي نقوله أنه الوراثة تلعب دور، وطبعا ايضا بعض الاحيان تغيرات في الدماغ اللي تصير خلال حياة الشخص، وخصوصا في خلال الطفولة قد تكون هناك بعض التغيرات في مناطق معينة من الدماغ تصاحب مرض الفصام، وما موجودة بالاشخاص الطبيعيين اللي ما عندهم مرض الفصام. لماذا تحدث هذه التغيرات في الدماغ عند الأشخاص اللي عندهم فصام بس ما تحدث في غيرهم؟ لا، لسنا نعلم، يعني ما وصلنا بالعلم لهذا الحد أنه نكون متأكدين 100% من سبب مرض الفصام. فأتمنى أن أكون أجبت عن سؤالك، ونسأل الله العافية لكم.